والسماع وهو متخصص فيه ودارس له، ويذكرني بالنسبة لي بتلمذته على شيخ المادحين في المغرب المرحوم الأستاذ عبد اللطيف بن منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة من جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة وفي إطار مهرجانها الثقافي الإكليل الثقافي، سأقوم إن شاء الله بتقديم محاضرة في موضوع في غاية الأهمية، وهو الامتداد الروحي للمغرب في إفريقيا. وهذا من القوة الناعمة للمغرب. المغرب كما تعلمون قوة عظمى، وهذا الامتداد يتأسس على عدة عناصر. العنصر الأول هو هذه الثوابت الدينية والثقافية والتي تنتظم كلها في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، ونجد ملامحها في عدد من المحطات، ومن أبرزها طرق الحج التي كانت أحد أوجه التواصل الروحي والثقافي للمغرب مع هذه الدول، حيث استقر عدد كبير من العلماء وأسسوا مدارس روحية ومدارس دينية وفكرية في العديد من أقطار جنوب الصحراء، وما زالت مستمرة إلى اليوم، وهذا يدل على هذا العمق الروحي. واليوم في إطار الانفتاح على إفريقيا وسياسة المغرب نحو إفريقيا، يجب أن تكون المرتكزات الأساسية حول هذا التراث الثقافي، لأنه هو الذي تتشبع به الشعوب، وهو الذي يكون له أثر فيما نريد تحقيقه نحو المستقبل. اليوم سنكتشف وجها آخر للمغرب في إفريقيا، والذي يؤكد عمق المغرب في إفريقيا، وأن المغرب باق في قارته، ويتعلق الأمر بالامتداد الروحي التاريخي لإفريقيا. إذن هذا الموضوع الذي سيؤطره الأستاذ الدكتور عبد الإله بن عرفة، نائب رئيس أو المدير العام، نائب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وهو خبير في المجال الثقافي ومتخصص في هذا النوع من الدراسات، سيعرفنا بالفعل على مدى أهمية هذا الارتباط الذي يتجدد باستمرار، وأنه يتطور على اعتبار أن الامتداد الروحي أو الثقافة الروحية المرتبطة بالتصوف، بالزوايا، بالمشيخة، وبكثير من المكونات التي ستكتشف انتشار، سنكتشف من خلالها انتشار الإسلام في إفريقيا وجنوب الصحراء، وما كان للمغرب من أدوار طليعية في هذا النشر، وكان التصوف إحدى أهم عناصرها في هذا الامتداد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.